الحمد لله بتكرم النهارده في مسرح الجلاله العسكري. يمكن التكريم ده بياتي ان انا كان في بحث نشرته السنه اللي فاتت 2014 انا واثنين زمايلي، كان اللي هو دكتور وليد الخياط ودكتور محمد الشرقاوي. البحث ده كانت المجله الدوليه لامراض النساء والتوليد اختارته كاحسن بحث علمي لعام 2014 طبقا لتصنيف المجله، فيمكن انا النهارده بتكرم عن البحث. طبعا بحب اتوجه طبعا للشكر للدكتور جابر نصار واللي هو رئيس جامعه القاهره، لان هو اللي دايما بيشجعنا على اهميه البحث العلمي. بقول دايما ان البلد مش هتقدم الا بالبحث العلمي، والدول بتتقارن بين بعض ما بتتقارنش من بعض يمكن لا في الغنى ولا في التمثيل. الحاجه الوحيده اللي بتقيس تقدم الدول ونموها هو البحث العلمي، فشايف ان الحمد لله ان الجائزه دي بتقول ان احنا في طريق صحيح، ان البلد ماشيه في طريق صحيح، وان احنا مسيره البحث العلمي ان شاء الله من تقدم من احسن لاحسن. البحث فكرته بسيطه، كانت بتدور على حوالين 1000 مريضه. احنا عندنا في اثناء الولاده القيصريه انت بعد ما بتفتح الرحم وتخرج الطفل والمشيمه عاوز تقفل الرحم، فممكن بعد كان في كلام بين الناس هل يا ترى نخيط الرحم ده جوه البطن ولا نخرجه ونخيطه بره وبعد كده نقفله. موضوع الناس اتكلمت كتير عنه بس كان محدش وصل لنتائج دقيقه. فاحنا كان عملنا بحث على 1000 مريضه، ده اكبر عدد اتعمل قبل كده، حطينا كذا عامل بنبص عليهم بنشوف هل يا ترى مين فيهم اللي بيخلي الوجع اقل، مين اللي يخلي احتياج المريضه للمسكنات اقل، مين اللي يخلي حركه الامعاء بعد كده اسرع ويخلي خروج المريضه من المستشفى اسرع. الهدف في الاخر ان المريضه بعد القيصريه لو ما حسيتش بالم هتعرف ترضع طبيعي، بينما مشكله الولاده القيصريه بعديها المريضه تحس بالم، الالم ده يمنعها من الرضاعه الطبيعيه. فكان فكرتنا هنا متماشي حتى مع فكره مشروع حلمنا، ان انا بحاول اخلي الرضاعه الطبيعيه للست اسهل، فلو قلنا لنا الالم هنقدر ان احنا نتوصل ان احنا نشجع الرضاعه الطبيعيه. فيمكن كان البحث توصل الى ان احنا لما بنخيط الرحم جوه البطن ده بيخلي الاحساس بالالم اقل، بالتالي الست تقدر تقوم وتشتغل وتقدر ان هي ترضع وتقدر ترعى نفسها وترعى الطفل بتاعها.